شيء جميل، وأنا فوجئت صراحة، فوجئت هالمرة، فوجئت وأعجبت أيضا، وهذا ولذلك يجب أن أذكر هذا الكلام مهم جدا. فوجئت أن الأحزاب التونسية تقريبا كلها اعترضت على الانقلاب. تخيلوا أن أعداء النهضة، واحد مثل حزب العمال، حزب شيوعي، حمى الهمامي، نعرفه، كنا لما رحت تونس زرت بعض الأحزاب بما فيهم حمى الهمامي، والحقيقة أنه متحدث جيد وعنده مكان عادي، شقة عادية فيها المكتب نتاعه إلى آخره، لكن عنده بغض رهيب لخصومه الإسلاميين. لكن مع ذلك خرج ضد الانقلاب. واش يقول باختصار، يعني واش يقول الحزب هذا؟ يقول أصدر هو الآخر بيان انتقد حزب العمال، أصدر هو الآخر بيان انتقد فيه ما قام به سعيد، قائلا إنه مثل خرقا واضحا للدستور وأحكام الفصل 80 الذي اعتمد عليه، محذرا من السيناريوهات الأليمة التي تتهدد البلاد بما في ذلك الانقلابات. الحزب آخر هو أيضا حزب ما عندوش علاقة بالإسلاميين، وقال التيار، هذا التيار الديمقراطي، خطوة قيس سعيد رغم هجومه على النهضة وحكومة هشام المشيشي بتحميلهم مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي، إلا أنهم ما يوافقوش، يختلف مع تأويل السيد الرئيس الجمهورية الفصل 80 من الدستور، ونرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور. هذا حزب أيضا معادي تماما للنهضة، ومعادي للأغلبية البرلمانية اللي تشكل أيضا من قلب تونس. طبعا قلب تونس ثاني حزب استنكر هو الآخر، وهو أيضا معادي للنهضة بالمناسبة. ومجلس نواب الشعب أيضا، كتلة مجلس نواب الشعب أيضا استنكروا، ندعو رئيس الحكومة إلى تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة. أي أن على استثناء حزب هذه عبير موسى، وربما حزيبين أو ثلاثة صغار ما عندهمش تمثيل حقيقي، وهذه كلها حساب يسارية علمانية، كاين بعضها شيوعية وكاين بعضها متطرفة حتى، رفضت الانقلاب. هذا هو الموقف اللي لازم تتخذ القوة المدنية، لأن العسكر هذا انقلاب. شوفوا، تونس هي البلد الوحيد في هذه المنطقة العربية التي يا إما فيها ملك أو أمير، يا إما فيها جنرالات. تونس فقط اللي كان يحكمها البوليس. الانتفاضة تونس، ثورة تونس في 2010-2011 أثبتت أن البوليس لا يستطيع القضاء على الثورات، وأن بورقيبة اللي كان يخاف من الانقلابات العسكرية، لذلك أعطى القوة للبوليس. الجيش التونسي متخلف جدا، يعني ضعيف جدا، وبن علي نفس الشيء، كانوا يخافوا من انقلابات وأعطوا القوة كلها للبوليس. أثبت أن البوليس لا يستطيع أن يقف أمام ثورات شعبية. فتونس اليوم يراد أن تحول إلى نمط عسكري، وسيحكمها العسكر على الطريقة الجزائرية. يحط لك رئيس، يحط لك تبون، سميه سعيد، سميها قيس، سميها عمر، سميها عبير، سميها أي كان، ولكن الحكم راح يولي في يد العسكر التونسي. لماذا؟ لأن القوى الاستعمارية لا تضمن إلا العسكر. العسكر يحكم البلدان كثكنات بالحديد والنار، واللي ما عجبوش الحال هبط ربه للواد، استغفر الله. لكن هذه العبارة اللي كانوا يقولوها لما يدوا باش يذبحوهم. ويراد إلى عسكرة تونس. أنا شخصيا كلمت لما قبل الحراك، كنت مرة ندخل في هذه القضايا، قلت بأن تونس يراد أن يكون فيها نظام عسكري. ما يقدروش يديروا ملكية، يديروا نظام عسكري، لأن لما يعد عندك ملك خلاص، أو عندك معاه من تتكلم، والشعب خلاص واقف وقال الملك، ويقول لك هو يرجع عنده 10 قرون 12 قرن 4 قرون مش عارف قرنين، أو أمير أو. لكن البلدان هذه، الجمهوريات هذه، إذا الشعوب تحركت فيها ما عندهمش معاهم يتحدثون، لازم لهم جنرالات، لازم لهم سيسيات في كل مكان.
كاين سيسي مباشر وكاين سيسي غير مباشر فقط، هذا هو الفرق الأساسي. إذن هذه الأحزاب إذن وأكثرها أحزاب علمانية وبعضها علماني متطرف وقفت ضد الانقلاب. أحييهم من هنا، أحييهم، لأن المدنيين برغم خلافاتهم السياسية والإيديولوجية يجب دائما أن يتفقوا على مدنية الدولة ويرفضوا حكم الجنرالات، لأن حكم الجنرالات المخير من الجنرالات يذبح الشعب اليوم ولا غدوة، المخير من الجنرالات يمشيها كثكنة عسكرية، هذا المخير. ولذلك من هنا وجه بتحية ونتمنى أن يستمروا في هذه المواقف، بالمناسبة لأن هما كلهم متفقين الانقلاب على الدستور برغم خصومتهم مع النهضة، قالوا أن انقلاب على الدستور، وهذا نفس الموقف اللي خذوه الأتراك الأحزاب المدنية التركية، يكرهوا أردوغان أكثر من الشيطان. وشفتوا الخصومات ما بين الأحزاب هذه وأردوغان، لكن لما وقع انقلاب اللي أفشل الانقلاب هو الشعب التركي مدعوما بالطبقة السياسية التي وقفت كرجل واحد ضد الانقلاب من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين التركي، كلهم خصوم، بعضهم ربما ما عندوش خصومة كبيرة لكن بعضهم خصومة شديدة مع أردوغان، لكن وقفوا قالوا ليس لأردوغان، من أجل تركيا ومن أجل أن لا يحكم الشعب التركي العسكر مرة أخرى. اليوم الموقف هذا نتمنى أن يستمر. طبعا هو حاول اليوم يقول لك الطبقة المدنية والمجتمع المدني يجمع شوية هناك، هذا مش عارف نساء ديمقراطيات، نساء مش عارف كم، يجيب حتى زوج بولحية سلفية إلى آخره. طبعا دائما عندهم ديمقراطيين تاع مستبد، عنده الديمقراطيين تاعه وعنده بولحية تاعه وعنده اليساريين وعنده اليمنيين تاعه، عنده قاع مزورين مزيفين.